السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على طلب أحد الزملاء من خلال الكومنت إن احنا نتكلم على البريجر سبورت فنتيليشن أز مود يعني لوحده كده، فصراحة يعني عارف أنت بتتعاطف جدا إن حد يطلب منك حاجة، فلهذا السبب هنتكلم على البريجر سبورت فنتيليشن لوحده فقط عشان نقوله فيه شوية تفصيل شوية عشان نقوله بالراحة كده والناس تفهمه. اهلا بيكم. البريشر سبورت فنتيليشن، خلينا كده تو ريلاكس وريح دماغك خالص، مش عايزين اي مجهود، عايزينك تسيب ايديك تماما وريلاكس خالص واسمعنا كده بس بشكل نيوترال بدون اي يعني خلفيات مسبقه. كل الفكره اللي بنقولها انه انت قاعد دلوقتي في القسم في اي حته في مستشفى الاطفال وفجاه جابوا لك بيشنت ابنك مش بيتنفس، فانت منتهى البساطه بدون اي سابق خبره بتروح جايب الامبو باج البوزيتيف بريشر فنتيليشن وتعمل له بوزيتيف بريشر فنتيليشن وتصرخ وتنادي وتشاوت وتقول لهم الحقوني انا عايز تيوب ولارنجسكوب عشان اعمل له انتوبيشن طبيعي يعني. طيب عملت له انتوبيشن الحمد لله، بعد كده تقول لهم هاتوا لي بقى ماشين احطها له عشان تفضل تعمل له فنتيليشن لغايه لما نشوف ايه سبب ان هو مش بيتنفس. خلاص فجابوا لك الفنتيليتور، قالوا لك عايز ايه تشغله بقى فنتيليتور، قلت لهم انا عايز ايه، تقول لهم انا عندي الفنتيليشن نوعين هو فوليوم كنترول وبريشر كنترول او فوليوم ليميتد وبريشر ليميتد على حسب، فاحنا ننسى خالص الفوليوم كنترول ونتكلم فقط على البريشر كنترول يو سي. طيب يقول لك طيب احنا عندنا مودز مختلفه، المودز ايه البريشر كنترول دوت وايه المودز، ان انت هتدي البيشنت سيرتين بريزز يعني هو مثلا زي النورمال يعني فاكرين ان حكايه زي النورمال كل حاجه زي النورمال فاحنا بنقلد النورمال، فاحنا هنعمل ايه، هنقول النورمال والله بيتنفس 40 50 فندي له 40 50 ريت ونقول ان هو بيحتاج بريشر وعندنا تو تايبس من البريشر نقول لهم واحد بيب واحد بي اي بي انترميتنت وكونتينوس، والبيب خلينا نقول ان النورمال 4 مثلا فاحنا خلينا نديله 5 6 طيب، والبي اي بي النورمال مثلا 15 خلينا نديله 20 يعني علشان تعبان لغايه لما نشوف البلاد جاز ونعمل له اكس راي. طيب طب وبعدين، وبعدين في حاجه اسمها انسبيراتوري تايم، يعني ايه انسبيراتوري تايم، يعني تقول له هتدي له تنهي له الانسبيريشن امتى، يعني تدي له الانسبيراتوري في قد ايه، ودي قلنا مرتبطه بالريت ومرتبطه وهتافكت بقى الاكسبيراتوري تايم زي ما قلناها قبل كده. طيب مش مشكله ده كله، قول انك هتدي له انسبيراتوري تايم 0.4 مثلا لو هو عمره شهر ولا شهرين ولا حاجه. طب وبعدين بعد كده هتضطر تديله بقى ايه تاني، الفايو 2 ماشي خلينا نديله 40 مثلا لغايه لما نشوف الساتوريشن ونشوف البي او 2 في البلاد جاز. طيب بعدين هيقول لك ايه المود بقى، ايه المود ده شويه السيتنج دي، قلنا قبل كده ان احنا عندنا حاجه اسمها اي ام في مالناش دعوه بيه ده وخلص وراح نوت سينكرونايز، وبعد كده الاس اي ام في طلع لنا وسينكرونايز وكويس بس نوت سبورت كل بريز، بعدين قلنا لا الاي سي حلو لانه بيسبورت كل البريزز، وطلع لنا بعد كده حاجه اسمها بريجر سبورت فنتيليشن. بريجر سبورت فنتيليشن قلنا ان هو باختصار شديد يعني زي الاي سي، يعني انك هتظبط ريت وبريجر وانسبيراتوري تايم وكل حاجه، بس الفرق في الانسبيراتوري تايم. يعني ايه بقى، يعني الاي سي هو تايم سايكل يعني يخلص الانسبيراتوري في التايم اللي انت حطيته ويبدا الاكسبيريشن، انت قلت له 0.4 يبقى يدي له الانسبيريشن في 0.4 ملوش دعوه البيشنت خلص او ما خلصش ويبتدي الاكسبيريشن بعد الانسبيريشن. طيب الفرق بقى في البي اس في انه هو سينكرونايزد جميل، طيب وسبورت كل البريزز جميل، اي بريزز البيشنت هيعملها هيسبورت بالبريجر اللي انت عايزه، انت بتقول له بريجر 20 هيدي له 20 وهيسبورت كله، وهتحط الباك اب ريت اللي احنا قلناها قبل كده برضه في الاي سي، ما انت بتحط باك اب ريت اللي هو 30 40 على حسب عشان البيشن لو بقى ابنك يلاقي ريت يتنفس بيه، والا مش هيبقى فيه ريت مش هيبقى فيه نفس ولا فنتيليشن. انت في الاي سي ظبطت الانسبيراتوري تايم 0.4، هنا هتظبط الانسبيراتوري تايم بس ماكسيمم، يعني الانسبيراتوري تايم ماكس ليه؟ لان البيشن ممكن نوت بريزنج او قاعد طول قوي في الانسبيريشن، فانت لازم تحط له ليميت توقفه عنده تقول له لا انت اخرك هنا مثلا تحطه 0.6 ودي كتيره قوي على بيشنت يعني لسه اكيوت. ها طبعا في الكرونيك لانج ديزيز المره اللي اتكلمنا فيها ده موضوع مختلف لانك انت عندك فيري لونج قصه كده لوحديها ما تدخلش دي مع دي، فخلينا هنا العادي مثلا 0.4 خليها ماكسيمم 0.6 اللي هي ايه؟ ان هو لو ما خلصش الانسبيريشن في 0.6 خلاص الفنتيليتور بيخلصه لانه كده معناه ان في حاجه غلط يعني.
ماشي، يبقى دي الانسولين. وقلنا ان البريشر سبورت فنتيليشن هو عامل زي باختصار زي المثل اللي احنا قلناه، ان احنا هنديك طبق فيه اكل ونقول لك اتفضل كل، بس قدامك 15 مينتس عشان تخلص الاكل ده الاي سي، بعد كده هنشيل الاكل. تهينا شبعت ما شبعتش ملناش علاقه، قعدت تعمل اللي تعمله خلال 15 دقيقه قدامك، هم 15 دقيقه اكلت او ما اكلتش هنشيله. لكن في البريشر سبورت بنقول له اتفضل الاكل، ولما تخلص اكل قول لنا، لما يخلص اكل هيقول لي، بس لو طول قوي واستهبل نقول له لا ده انت بتستهبل هنشيل الاكل بقى، لو قعد لنا ساعه كده يعني لا خلاص. ادي الموضوع باختصار، بس هي ده الكلام العادي. الفكره كلها فيها تفصيل شويه للناس اللي حابه تفهم، هتلاقي عاملينه هم بالرسمه اللي انت شايفها دي، وهي رسمه غريبه شويه، ان هو عامله عامل مقسم الانسبيراتوري فلو، كميه الهواء اللي في الانسبيراتوري فلو مقسمها البرسنتج بدءا من 100 لبعد كده 80 70 60 ايا كان لغايه 20 مثلا برسنت او حتى 10%. معناها ايه؟ معناها ان الفنتيليتور بيروح شايف الاماونت بتاعه الانسبيراتوري فلو الاير اللي في الانسبيريشن، يروح شايفه بعد كده لما يحس ان هو قرب يخلص عند مثلا 20% يروح ينهي السايكل بقى، يقول خلاص كده احنا في الاواخر نخلص. فبي ايه دي؟ عشان كده بنقول البريشر سبورت فنتيليشن 20% او 10% او 30% يعني، في لما يبقى كده. واحنا قلنا قبل كده طب هو هيعرف منين الاماونت دي؟ يعني هيعرف منين ان هو البيشنت عنده سي 100 ناو، او خلينا نقول 5 لتر مثلا الاير، هيعرفوا منين؟ بيعرفوا من السايكل اللي قبليها. هو بيشوف الانسبيراتوري اماونت في السايكل اللي قبليها ويروح عامل بعديها السايكل اللي بعديه، يبقى هي كانوا 5 يروح عامل 5، الخمسه دول عند 20% يعني مثلا لما 4 خلاص يدخلوا عمل انسبيريشن لاربعة، فخلاص ال 1 ميل الاخير دوت عقبال ما هو ينهي السايكل هيكون اخده. فعشان كده بتبقى في نهايه الانسبيريشن، يبقى كومبليت الانسبيريشن تماما، بعدها يبتدي الاكسبيريشن. عشان كده هو مور فيسيولوجيكال مور كومفورتبل للبيشنت، لانه البيشنت على حسب ما يخلص النفس هو يدوله، سواء خلص في وقت قصير او وقت كبير. وده البريشر سبورت، عشان كده احنا بنستخدمه مع الاس ام في. عشان كده قلنا الاس ام في لوحده هيبقى فيه مشكله، مشكله ان الاكسترا بريزز نوت سبورتد، ودي مشكله لانك هتسيب البيشنت لوحده كده يقاتل مع الفنتيليتور بدون سبورت. عشان كده قلنا حطينا البريشر سبورت ده على الاكسترا بريزز، ان هي تسبورت البيشنت بسيرتن بريشر، ان هو ايه يهلب البيشنت بالبريشر دوت بدل ما يبقى سبونتينيوس بريزنج بس بدون سبورت. وقلنا فكرتها، يعني اقول لكم فكرتها كمان علشان برضو الناس اللي بتحب تفهمها او الناس ما سمعتهاش قبل كده. فكره الاس ام في مع البريشر سبورت هي ايه؟ انك انت بيبقى عندك بريشر بيبو بي اي بي، وبيبقى عندك انسبيراتوري تايم، وعندك ريت، وعندك كل حاجه تمام. بتدي له ريت 40 هيدي له 40، البيشنت نفس 60 يبقى فيه 20 نوت سبورتد. لما بتحط البريشر سبورت مع الاس ام في، فالبريشر سبورت هو بيسبورت ال 20 دول. هيسبورت ازاي؟ هو انت في السيتنج لازم تقول لهم ان هو اس ام في بريشر سبورت كذا كذا، يعني ايه؟ يعني رقم، الرقم عاده 2 بلس بيب او 3 بلس بيب، يعني ايه؟ او 4 او 5 او ايا كان الرقم. بتقول لهم البيب كام؟ يقول لك 6، يبقى اقول لهم 4 بلس بيب يعني يبقى 10. معناها 10 يعني ايه؟ يعني ان الاكسترا بريز اللي هم ال 20 دول يبقوا سبورتد ب 10، لكن الثانيه ممكن تبقى سبورتد ب 20 اللي هم السيت ريت يعني. تمام؟ طيب ادي البريشر سبورت معاه، بس هو بيعملوا ايه تاني بعد كده؟ هما بيقولوا ايه؟ انه البيب بلس مثلا 4، وبعد كده يروحوا يبصوا على التايدل فوليوم اللي بيطلع من الفنتيليتور. لو لقى ان الفنتيليتور بيأشيف جود تايدل فوليوم خلاص يبقى هو تمام. لو لقى ان التايدل فوليوم بيطلع قليل، يعني بالنسبه لي انا قليل للبيشن ده اللي هو من 4 تو 6، سي ان انا عايز اديله 5 فلقيتهم قليلين، فازود البريشر سبورت دي، ازودها شويه اخليها بدل 4 خليها 5، يبقى بدل ما اديله بي بلس 4 اديله بي بلس 5، فيبقى 5 بلس 6 تبقى 11 بدل 10 او اكتر شويه، وفي ناس بتدي 8 و10 حتى يعني مفيش مشكله. 10 بلس 6 هتبقى 16 ما هو. وبعد كده تروح تبص للتايدل فوليوم، ولما لقيت التايدل فوليوم قليل تزود البريشر سبورت، لقيته كتير تقلله، تقلله بقى على حسب اللي بيطلع، حسب برضو البلاد جاز والبيشنت كونديشن وكل حاجه. ادي فكره البريشر سبورت فنتيليشن كمود لوحده، والبريشر سبورت مع الاس ام في. البريشر سبورت هو مود ممتاز جدا، لكنه ناس كتير ما بيستخدموش، ناس كتير ما يعرفوش عنه حاجه، مش معروف لغايه دلوقتي الحقيقه ليه، لانه يمكن انت بتعتمد على السبونتينيوس بريزنج بتاع البيشنت، يمكن ما اعرفش الناس مش يعني ده سؤال انت هيطلع في ذهنك دلوقتي، هو انت احنا ليه ما بنستخدموش؟
ده احنا بنستخدم اي سي، ما بنستخدمش التاني. ليه؟ لان احنا مش فاميليال معاه، ما استخدمناهوش كتير، مش فاهمينه قوي، ايا كان يعني الاسباب، مش معروفه الاسباب للامانه. يعني في ناس يعني بتقول لك ان هو علشان يعني مور ديبندبل على البيشنت، فانت بتقلق ان البيشنت يتعب او يقل او مش عارف ايه، فانت بتفضل انك تكنترول السيتنج وتكنترول السايكل بتايم سايكل اللي هي بتاعت الاي سي احسن ما تسيبه البريشر سبورت. يعني ماشي، ايا كان الاسباب خلينا نفهمه وبعدين نشوف. اتصور كده مفهوم، يمكن مفهوم، اتمنى. لو في حاجه تاني مش مفهومه، لو في اي اسئله عندكم نكتبها في الكومنت ان شاء الله نجاوب عليها. في ناس طلبوا الترانسفيوجن في الان اي سي يو، هنقوله. في ناس طلبت ايه، كولد كيسز، بس مش عارف ايه هي الكولد كيسز. يا ريت اللي عايز كيس معينه كده يقول لنا عليها واحنا نعملها. فشوفكم على خير، شكرا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.